لما اجي اشوف بقى اللود ترانسفير بتاعي زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا خلاص ان الريلز والسليبر واي حاجه فوق القطر بتروح تدي على السترينجر على طول، بعد كده السترينجر يدي للكروس جيردر، بعد كده زي ما اتفقنا برضو ان الكروس جيردر مرتكزه على المين جيردر دي، يبقى هي اللي هيجي لها الرياكشن بعد كده، وقلت اصلا ان هي اخر حاجه بيوصل لها الحمل، عشان كده انا مسميها المين جيردر. بعد كده المين جيردر بقى تدي للبيرنج، قلت بسميها بيرنج لان دي بتبقى ريال سبورت، ريال هنج او ريال رولر. البيرنج بقى تدي للاساسيات او منها للتربه ايا كان. قبل ما ندخل بس هنفتكر مع بعض عرض الكوبري، قلنا لو ديك بريدج سنجل تراك هو ده الرقم اللي انا بحفظه، وبزود عليه 3.5 يديني الدبل تراك، وممكن الرقم ده 3.6 او 3.7، الرقم ده 7.1 او 7.2، هي مش فارقه، هو في الرينج ده يعني مش هتفرق. البوني بريدج لو كان سنجل تراك 5.4 ازود عليه 3.5 يديني الدبل تراك. طالبه بس ان انتوا تحفظوا الرقم ده والرقم ده، والرقم ده اقصد معلش، السنجل تراك في الديك والسنجل تراك في البوني بريدج، لانه مش نسبه كبيره مش بيبقى قايل لك عرض الكوبري، بيسيبك انت اللي تحل بيه. لو جينا ناخد بالنا هنا سبان الكروس جيردر هو نفسه عرض الكوبري، يبقى انت محتاج البي دي تبقى حافظها لان بنسبه كبيره مش هيديها لك. هندخل في المثال على طول نشرح فيه الكروس جيردر. انا دايما بحسها اسهل في التصميم من السترينجر زيادة، بس حاجة بسيطة حاجتين تلاتة كده يعني. طيب بيقول لي ان انا عندي كوبري ريلوي بريدج بليد جيردر، لحد كده انا ما عنديش مشكلة، ديك بريدج، وهتفرق بقى معايا كلمة ديك من بوني وسنجل تراك من دبل تراك، هتفرق معايا كتير بقى النهاردة. أنا كنت المرة اللي فاتت في السترينجر كنت بقول لكم مش فارقة معايا، مش فارقة معايا السترينجر موجودة فين، ديك ولا بوني ولا سنجل ولا دبل، ما كانتش بتفرق معايا في حاجة، لكن النهاردة بقى بتفرق معايا كل كلمة. بيقولي إن هو ديك بالريدج دبل تراك سبان الكوبري 27 متر، ايكوال ديفايدد ايكوال 9 بانلز، ما قاليش ما جابليش سيرة عرض الكوبري، مديني نوع الستيل 44، وممكن ما يدينيش كمان نوع الستيل، انا اللي هكتب الستيل من عندي. قلت لكم اتفقت معاكم في الكباري ستيل 44. فكرة هو احنا ليه بنقول دايما يعني معظم الكباري ستيل 44، عشان سلوك الستيل 44 ده في الفتيج افضل يعني من بقية الستيل، من بقية الجريد. ديزاين ستيبس زي ما احنا متفقين، اول حاجه لازم ابقى عارف الاسبان والاستاتيكال سيستم، بعد كده اللود اللي جاي لي على الاستراكشر ممبر عموما، ايه اللود اللي عليه والماكسيمم سترينج اكشن، بعد كده بقى ادخل اعمل خطه التصميم بتاعتي وتشيك شير. خطوات سهله ما فيهاش حاجه، في بس حاجه زياده في خطه التصميم مش هتكلم فيها بس دلوقتي. بالنسبه للاستاتيكال سيستم بتاعي زي ما اتفقت معاكم، الكروس جيردر الاستاتيكال سيستم بتاعها ايه؟ انا في السترينجر كنت بقول سيمبل او كونتينيوس، طب في الكروس جيردر ما هو ده الكوبري بتاعي، هو دي كروس جيردر ماشي على كامل طول الكوبري ومرتكز عليها سترينجر من فوق ومن تحت او من الجنبين يعني، والكروس جيردر دي نفسها تبقى مرتكز على 2 مين جيردر يمين وشمال، يبقى المين سيستم بتاع الكروس جيردر ايه؟ مرتكزه هنا ومرتكزه هنا، يبقى سيمبل بين. يبقى انا عندي، هنتفق مع بعض سواء اي نوع من الكباري هو ديك ولا بوني ولا سنجل ولا دبل تراك، هو اصلا الاستاتيكال سيستم بتاع الكروس جيردر دايما سيمبل بيم، يبقى اول خطوه ما تفرقش معايا هو ايه اللي ايه، دي خلاص خطوه محفوظه. طيب العرض بتاعها الاسبان بتاعه قد ايه بقى؟ الاسبان بتاعه قلت لكم ان هي قيمه محفوظه، هو كان بيقول لي دبل تراك ديك بريدج، فقيمه البي دي انا حافظها 7.1 متر، في ناس ساعات يكتبوها 7.2، الاثنين صح. تاني حاجة بعد ما عرفت الاسبان والستاتيكال سيستم بتاعي، انا عايز اعرف اللود بقى اللي جاي عليها، فلو هبدأ بالديد لود، متخيلين ايه الديد لود اللي هيبقى على الكروس جيردر؟ اول حاجة طبعا هيبقى عليها الاون ويت بتاعها، طبيعي ان الكروس جيردر تبقى شايلة نفسها، فالاون ويت انا بحطه رقم من عندي، انا طبعا ما صممتش وما اعرفش احط له قيمة اكزاكت، فانا بحط له رقم، احنا عادة بنحط 300 كيلو جرام على المتر الطولي، على اساس زي ما قلت لكم الارقام اللي بيبقى مديها لنا بتوع الستيل ان نكتبها فرضيه هي طبعا بتطلع صح، انت المفروض الادق ان انت بعد ما تصمم ترجع تشيك، بس طبعا بتطلع صح، بتطلع المساله سيف حتى بالارقام اللي انت فرضها في الديد لود. طب ايه تاني اللي بيجي على السترينج على الكروس جيردر؟
زي ما اتفقت معاكم ان انا قلت لكم ان السترينجر هي مرتكزه على الكروس جردر. ده معناه ايه؟ معناه ان كل كروس جردر من دول كده، كروس جردر دي كده، الكروس جردر انا بصمم دي، سي بصمم اللي في النص دي، يمينها وشمالها في سترينجر، يبقى جاي لها رياكشن هنا من السترينجر. طبعا في اتنين سترينجر كمان لان ده دبل تراك، يبقى جاي لها رياكشنات من السترينجر حواليها. يبقى انا دلوقتي لو جيت طلعت الكروس جردر بتاعتي بره، الديد لود اللي عليها هيبقى عباره عن ايه؟ والله عليها حمل نفسها، الاون ويت بتاعها، بلس ان عند كل مكان للسترينجر عندها رياكشن، بدي كده الاحمال بتاعت الديد لود. الاماكن دي اماكن السترينجر اللي انت المفروض بتبقى راصصها في اللاي اوت، عارفها انت، تعرف تحطها، وهنشوفها برضو دلوقتي مع بعض. يبقى انا دلوقتي عندي الاون ويت عرفته، انا فرضت له رقم 300 كيلو جرام على المتر الطولي. طب بالنسبه بقى للرياكشن اللي جاي من السترينجر اعمل فيه ايه ده بقى؟ قال لك سهل قوي، انت هتروح تاخد كروس سيكشن كده هنا، فهيطلع لك لو اخدت كروس سيكشن هنا هيطلع لك اتنين سترينجر، واحده يمين وشمال، اللي هم دول الاتنين سترينجر دول. الاتنين سترينجر دول بيدوا رياكشن على الكروس جردر. يبقى انا عندي هنا كده كروس جردر بتاعتي محطوطه هنا، جاي لها يمين وشمالها سترينجر، كل سترينجر من دول هحط عليهم احمال الديد لود بتاعتها، ومنها هطلع الرياكشن اللي جاي على الكروس جردر. طب ايه هو احمال الديد لود اللي جاي على السترينجر؟ الديد لود بيساوي من 420 ل 475، كنت دايما باخد رقم في الافريج ما بينهم، كنت باخد 450 كيلو جرام على المتر الطولي، يعني بفرضيه ان هي 45 من 100 طن على المتر الطولي، هجيب رياكشن اللي جاي على ده كده، الرياكشن اللي انا محتاجه اللي هو حمل المركز اللي انا كنت رسمه هنا من شويه، ده هو ده اللي انا محتاجه. طب ده جاي منين تاني؟ جاي من اتنين سترينجر مرتكزين على الكروس جردر بيودوا لها الرياكشن بتاعها. فلما طلعت الاتنين سترينجر بره دول عشان احسب رياكشن، بتحسب رياكشن عادي خالص، ان انت عندك دي سيمبل بيم هتجيب لها رياكشن هنا، هيطلع الدبليو ديد لود ده في ايه على الاتنين، والسيمبل بيم التانية هتجيب لها رياكشن عبارة عن دبليو ديد لود في ايه على الاتنين، تضربهم في اتنين بقى عشان هما الاتنين بيدوا لنفس السبورت المفروض يعني. يبقى دبليو ديد لود بتاع السترينجر في الايه بتاع السترينجر. خلي بالنا هو قال لي في السؤال ان الكوبري سبان 27 متر متقسم 9 بانلز، يبقى السبان بتاع السترينجر 27 على 9 فيها 3، الايه هو السبان بتاع السترينجر. في الاخر يطلع الرياكشن اللي جاي على الكروس جردر بالشكل ده. يبقى ده كده الحمل المركز اللي انا كنت حاطه من شويه محتاجه عشان احسب الديد لود. لو دي الكروس جردر بتاعتي، السبان بتاعها انا رقم حافظه، حطيت عليها حمل موزع عباره عن الاون ويت بتاعها اللي انا فرضه 3.1 طن على المتر الطولي، عند اماكن السترينجر، خلي بالنا دي اماكن السترينجر بالظبط، ما بحركش ولا بعمل اي حاجه، دي اماكن السترينجر، هيجي عليها رياكشن ديد لود من السترينجر قيمته كذا. عرفنا ازاي بنحسبه؟ طب ازاي برص برضو الاماكن دي فين؟ عادي خالص، ان انت بتقسم الكاميرا بتاعتك من السنتر لاين، المفروض ان انت عندك تراكين، مش هو قال لك دبل تراك، يبقى انت عندك تراكين المسافه ما بينهم 3.5 متر، تبدا كانك بترسم لي اوت خالص، تاخد بقى سنتر لاين من هنا وتحط اول تراك بتاعك ترصه بالمسافتين بتوع اللي هم ايه، بالمسافه اللي هي 1.8 متر، والناحيه التانية تعمل نفس الحكايه. هتيجي تحسب المسافه الباقيه دي هتعرف يعني تطلع ال 1.7 متر. مش عايزه احفظ، مش عايزه الناس تحفظ الارقام دي، ما تزودش على يعني دماغك حفظ، بس انت عارف طبعا ان المسافه ما بين اتنين سترينجر في السايد فيو، انت عارف ان المسافه ما بينهم 1.8، الرقم ده خلاص انت حافظه اصلا من زمان. بعد كده تحسب المسافه الباقيه هتلاقيها 9.1 متر، رصيت الاحمال المركزه بتاعتك، حطيت الحمل الموزع، تبدا تحسب المومنت الديد لود، هتحسبه في الميد سبان في النص، حسبه المومنت عادي بقى بتحسب رياكشن عند السبورت وتحسب مومنت في النص. بعد كده تحسب الشير، وقلت ان الشير بتاعي هو الرياكشن اصلا، فالشير اصلا هتلاقيه 2 1 في 1.35 من 100 بلس 3.1 في 7.1 على 2، طلعت الشير ديد لود. يبقى دي كده اول خطوه في خطوه الاحمال، ان انا كان عندي حمل الديد لود هحطه هطلع منه سترينج اكشن. معلش انا اصلا قبل ما ادخل كنت المفروض اقول لكم هي ايه الاحمال اللي عندي، زي ما احنا متفقين برضو الاحمال اللي عندي هي ديد لود، لايف لود، عندي امباكت او دايناميك افكت، هيظهر عندي حاجه زياده
شوفها برضو مع بعض بعد شوية. يبقى كده الديد لود. طب بالنسبة لللايف لود بقى، متخيل اللايف لود ده هيبقى شكله ايه؟ برضو هي نفس الفكرة، ان انا عندي الكروس جيردر مرتكز، دي كده الكروس جيردر اللي انا متعامل معاها، مرتكز عليها سترينجر يمينها وشمالها، هي برضو هيجي لها رياكشن من السترينجر. ان انا المفروض اطلع الكروس جيردر بتاعتي بره، وهيجي عليها رياكشن من السترينجر اللي مرتكز عليها. هي مرتكز عليها 4 سترينجر، يبقى انت توقع ان انت هيبقى محتاج تطلع 4 رياكشنات. اللايف لود هو ده اللي انت محتاجه عشان تحل اللايف لود على الكروس جيردر. ده كده الشكل النهائي اللي انت محتاجه. طب بس اجيب ازاي بقى اللايف لود دي؟ ده اللي هنشوفه. طبعا احنا مش هنراجع تاني بقى الاحمال، قلنا ان دي قيم محفوظه. عندي حاجه اسمها اكس لود وحاجه اسمها ويل لود. الاكس لود ده قلت لكم ان هو بيبقى مديلك حمل القطر بالكامل في المحور بتاعه، هتلاقي ان هو ضعف الارقام دي. بس احنا طبعا بنتعامل مع الويل لود، لاني عارف ان كل قطر او كل حمل قطر على الاكس لود بيشيلوا 2 سترينجر، فانا لما باجي اتعامل بتعامل مع سترينجر واحده في التصميم. طب ما السترينجر الواحده شايله ويل لود، فتلاقي دايما ان هو بيقسم الاكس لود على الاثنين. عاده هو مش هيدي لك الاحمال انت حافظها، لو اديها لك نخلي بالنا هو مديني اكس لود ولا ويل لود، عشان الناس لسه ما تتلخبطش. فقال لي ان انا عشان اوصل للماكسيمم لايف لود اللي جاي على الكروس جيردر، لازم اوصل للماكسيمم رياكشن اللي جاي من السترينجر نفسه. يعني خلاص انا عارف ان كل احمال الكروس جيردر بقى دلوقتي جاي من السترينجر، هي عباره عن رياكشن. طب هل انا هجيب رياكشن من اللي انا كنت بحطه المره اللي فاتت وانا بصمم السترينجر؟ قال لك لا، كل حاجه لها حاله تحميل، اصل الاحمال دي متحركه، مش نفس حاله التحميل اللي انا كنت بحركها على السترينجر هناك عشان اجيب ماكسيمم مومنت ولا ماكسيمم شير، هي نفسها الحاله اللي تديني ماكسيمم رياكشن على الكروس جيرد. لا، فعشان كده انا ما بروحش اجيب رياكشن من اللي انا حليته المره اللي فاتت، ما بعملش كده. انا بروح اجيب السترينجر دي ودي كده، طلعتهم بره، ما بينهم انا عارف ان السبورت دي هي سبورت الكروس جيرد اللي انا محتاجها، محتاجه اجيب رياكشن عندها. طيب تمام، تبدا ترص الاحمال بقى على الاثنين سترينجر دول، بحيث ان انت توصل لاكبر رياكشن هنا في النص. طب تعملها ازاي دي؟ تبدا بحمل من الاثنين دول، يا اما ده يا اما ده اللي في النص، الاثنين اللي في النص يا شباب، تبدا بواحد ما بينهم تحطه على السبورت اللي في النص بتاعت الكروس جيردر اللي انت محتاجها. طيب بعد كده تبدا ترص اللي حواليها بقى، يعني سي انا بدات سي بدات ده، تبدا ترص اللي حواليها، ما يمينها وشمالها في كمان حمل مركز على بعد 1.6، هتبدا ترصهم. بعد كده تشوف المسافة الباقية دي، والله هتاخد لك الحمل الرابع ولا لا. المسافة الباقية دي 1.4، ما تاخدليش الحمل ده كمان، لأن عندي دي 1.6، يبقى خلاص بدل ما تاخدليش الحمل ده كمان يبقى هتاخدلي حمل يونيفورم، يبقى تبعد 8 من 10 متر وتحط حمل يونيفورم لود. طب من الناحية التانية، طب ما المسافة دي برضو تاخد يونيفورم، بس هل ينفع تحطها؟ ينفع يبقى عندك 3 أحمال مركزة ويمينها وشمالها أحمال موزعة؟ اتفقت معاكم المرة اللي فاتت الحالة دي استحالة تحصل. يبقى عندك 4 أحمال مركزة وحواليهم حملين موزعين، اوكي، لكن ما يبقاش عندك حملين او 3 او 1 ويمينهم وشمالهم احمال موزعه، لان ده عمره ما هيحصل، مش لوجيك. لو بصيت على الاحمال بتاعتك مش لوجيك ان انت يبقى عندك الثلاثه دول ويمينهم ماشي حمل موزع، طب شمالهم ينفع يبقى في حمل موزع؟ ما ينفعش، انت عندك مركز هنا مكانه ده اساسي، يعني هو المفروض يبقى لازم الاربعه ورا بعض مكانه اساسي. يبقى تاني عشان اوصل للماكسيموم اللي جاي من السترينجر اللي يروح لي بقى عشان اصمم الكروس جيردر، بعمل ايه؟ جبت اتنين سترينجر يمين وشمال الكروس جيردر، عايز اوصل للرياكشن عند الكروس جيردر دي اللي في النص، فجبت حمل مركز من الاتنين اللي في النص، تاني كده حمل مركز من الاتنين اللي في النص دول، حطيتهم على السبورت. بعد كده بدأت ارص الحملين بقى اللي حواليهم ده وده، بدأت ارصهم على مسافات 1.6 متر. بعد ما رصيتهم وصلت ل3 أحمال، عملت ايه؟ اعمل تشيك بقى على المسافة الصافية اللي باقية دي، هقارنها، هل ينفع احط الحمل الرابع؟ لو ينفع احطه ما عنديش مشكلة. طب لو ما ينفعش بقى تحطه تعمل ايه؟ لا، تحاول بقى تحط حمل موزع. طب لو المسافة دي ما تجيبلكش حتى حمل موزع، ماشي، يبقى خلاص انت ما عندكش غير ال3 أحمال دول. بعد كده انا عايز احسب الار لايف لود، هيطلع بالرقم ده. حسبته ازاي يا شباب؟ ان اليمين ده سيمبل بيم عادي خالص والشمال ده سيمبل بيم، بمعنى ان الار لايف لود هيساوي الرياكشن اللي جاي من ال 12.5 دي
يعني 12.5 في 1.4 على 3 بلس الرياكشن اللي جاي من الأربعة طن، يعني 4 تركزها هنا تضربها في البعد القريب على الاسبان يديك رياكشن، بلس الرياكشن اللي جاي من دي طبعا بالسيمترية هو نفسه دي، فانت تبقى تضرب في 2 من الاول يعني، بلس طبعا الرياكشن اللي جاي عند السبورت محدش ينساه. يبقى الرياكشن بتعامل معاه دايما ان دي مش كونتينوس، دي كاميرا سيمبل بيمين يمين وكاميرا سيمبل بيمين شمال، وانت بتحسب الرياكشنات عشان اللخبطه دي. الكروس جيردر بتاعتي زي ما اتفقنا، قلت لكم ان بالظبط. الحمل اللايف لود اللي جاي عليها ما هو الا رياكشن جاي من السترينجر باماكنه ثابته. خلي بالنا اماكن اللايف لود على الكروس جيردر ثابته، انت واخد نقطه التاثير دي كده نقطه التاثير بتاعه السترينجر، فطبعا مكانها ثابت مش متحرك، اللي انا كنت بحركه هو اللايف لود على السترينجر تمام كده. تروح تحسب بقى ام لايف لود، بتحسبه هنا في الميد سبان سهل بقى كده خلاص، تحسب الام لايف لود والشير لايف لود. اتفضل. ومعرض إذنك في السلايد اللي فات في الايه؟ السلايد اللي السلايد فات اللي فاتت؟ ماشي. مش أنا مش مهندسة اللي معايا عندي ايوه ما احنا معايا. الكروس جيردر فوقه على اليمين يبقى في سترينجر، وعلى الشمال هيبقى في سترينجر مستقل عن اللي على اليمين. دي الكروس جيردر بتاعتي، هنا سترينجر وهنا سترينجر، تمام. معانا يعني لو انا عندي المسافة زادت، يعني لو هي مثلا اقل من 1.6 بس اكبر من 8، طب ما انا ممكن احط حمل موزع هنا وهنا، ما هو ده يدينا حالة قصوى برضه. احنا هناك ما هي كناش مش موجودة، بنحطها. هي مش موجودة هندسة، هي الحالة أصلا مش موجودة. أنت لازم يبقى عندك 4 أحمال ورا بعض، ما ينفعش يبقى 3 أحمال وده كده الغيه ولا كأنه موجود وحط حبل موزع، ما ينفعش. ترتيب الأحمال مهم. انا مش بلغاها مش مهندس، انا بقول ماشي، هو ما ينفعش ان انا احط حمل موزع طالما ايه المركز ينفع. طب دلوقتي لو هي المسافة اقل من واحد وستة لا من لا عشرة لا مش كده. انت دلوقتي ترتيب الأحمال ده لازم يبقى موجود، انت بتحط دلوقتي بتفترض حالة عمرها ما هتحصل، انت بتقول لي انا هحط حمل موزع بحيث اللي هو ايه يعني عشان ابقى مور سيف يعني، بس هي حاله عمرها ما هتحصل، انت لا بتحطها مش ليه؟ مهندسة مش فاهمة قصدي. حضرتك قلت انا بحط الحمل الموزع دلوقتي في ناحية واحدة صح؟ اه طب ما هو دلوقتي المفروض ان انا هنا مختلف عن الـ عن السكشن اللي فات، لان السكشن اللي فات انا كان معايا سترينجر واحد شغال عليه، فانا لو حطيت على الناحيتين مش تديني الحاله الماكس. تمام. دلوقتي لو حطيت على الناحيتين لو ينفع ان انا احط على الناحيتين ما الرياكشن بتاعها يزيد، فيبقى انا برضه وصلت الحاله ماكس. انت عايز تحط هنا حمل قطر وهنا حمل قطر تاني خالص، ده اللي انا حاسه ان انا فاهماه صح ولا ايه؟ انا قصدي يا باشمهندس انه لو ينفع احط موزع على الناحيتين احط. ما هو مش هينفع، مش هينفع. انا لا فهمته دلوقتي، انا فهمتك انت عايز تقول لي ان انا كان ان انا سي ان انا في السترينجر دي ماشي ال4 احمال والموزع بتاعهم عندي هنا حالة تحميل قطر يعني، والسترينجر اللي جنبها عندي قطر كمان، عندي 4 أحمال تانيين، ده اللي أنا فهمته. فلما جيت هنا أتعامل هعرف أحط موزع يمين وشمال. صح ولا إيه؟ لا مش لسه، انا مش قصدي، هو انا ما عنديش اعتراض على الحمل المركز خالص. انا حضرتك دلوقتي قلتي احنا بنحط حمل موزع في ناحية واحدة بس، آه قلت زي السكشن اللي فات ماشي. السكشن اللي فات انا كان معايا سترينجر شغال عليه، لو حطيت حملين موزعين على الناحيتين مش تديني ماكسيمم كيس، مش تديني اقصى، مش تديني القيمة انا القصوى بتاعتي. السكشن اللي فات قلت ما بحطش حمل موزع على ناحيتين مش عشان مش هتديني ماكسيمم ولا بتاع، لا عشان هي برضو حاله مش لوجيك حتى لو انت عندك سترينجر واحده. السكشن اللي فات طب وهنا يا مش باشمهندس شايفه. اه هنا السترينجر ده مختلف انت عن دلوقتي السترينجر عايز ده. تحط، لو انا بصمم السترينجر بتاعتي وجاي عليها جاي عليها حملين بس، هعرف احط حبل موزع، هل ينفع احط الحمل الموزع البعيد ده؟ مش لوجيك، هو مش هينفع اصلا يبقى موجود، لان الحملين دول لازم يبقى بعدهم الحملين دول، لازم خلاص هي لازم كده، فهي مش لوجيك ان انا اروح احط الحمل الموزع البعيد ده، حتى ده اللي انا كنت بقوله في السكشن اللي فات، لكن ما قلتش ان انا ما بحطوش عشان مش هيديني ماكسيمم، لا. طب ما انا لو ينفع احطه ماشي، وانا هيعمل لي ايه؟
يعني لو في يعني برضه دلوقتي نحط الحمل ولا ما نحطوش؟ مش هنحط يا باشمهندس لو هو ما ينفعش يتحط. ترتيب الاحمال ان هما لازم الحملين الموزعين دول يبقوا موجودين، ده بتحصلش غير في حاله واحده، ان انت عندك الكاميرا بتاعتك خدت 4 احمال مركزه، غير كده عمرها ما تحصل. هتلاقي دايما ان انت لو خدت الثلاثه دول ينفع تحط شمالهم موزع، لو خدت الثلاثه اللي جوه دول ينفع تحط يمينهم موزع، لو خدت 2 هتعرف تحط واحد موزع بس يمينهم، لو خدت 2 اللي الناحيه الثانيه هتعرف تحط شمالهم موزع، وهكذا. عمرك ما هتوصل ان انت تتعامل مع 1 او 2 او 3 ويظهر عندك احمال موزعه يمين وشمال، دي عمرها ما هتحصل لانها مش لوجيك. تمام يعني يا رب تكون اقتنعت. بس تمام تمام طيب الكروس جيردر بتاعتي اتفقت انها بيجي عليها رياكشن من السترينجر، فالاماكن دي ثابته انت ما بتغيرهاش، انت عارف الاماكن دي باللي انت راسمها في اللي اوت، وانا قلت لكم ازاي تحطوها على طول على الكاميرا دي قبل شويه. تحط الار لايف فلود اللي انت جبته لما جبت 2 سترينجر ورصيت عليهم الاحمال بحيث توصل لاكبر لماكسيمم رياكشن عشان يدي لك بعد كده ماكسيمم بقى ستريننج اكشن. هتروح تحسب المومنت في الميد سبان وتحسب الشير عند السبورت. بعد كده يبقى انا كده خلصت الديد لود وطلعت له ستريننج اكشن، خلصت اللايف لود طلعت له ستريننج اكشن. ثالث حاجه معايا كانت الدايناميك افكت او الدايناميك فاكتور، وله قانون واتفقت معاكم ان احنا هنحفظه. فكره ان انا عندي احمال، الاحمال بتاعت اللايف لود مش احمال استاتيك، هي احمال موفينج، فبالتالي لازم اخد تاثير ان في دايناميك بيحصل، بلس ان انا ما عنديش اي عنصر انشائي بيكون بيرفكت، تصنيعه بيكون بيرفكت، فاكيد بيبقى فيه اي خبطات في الحركه او اي صدمات. ده اللي بيخليني ان انا اخد تاثير الديناميك. بعوض في القانون، بس خلي بالنا ان ال LI المره اللي فاتت كان ليها رقمين كده، وال LI المره دي في الكروس جيردر بيساوي 2 السبان بتاعها. فلما تيجي تعوض خلي بالي، طلعت الفاي بواحد 34%، اعمل تشيك قبل ما امشي الفاي دي ما بين 1.1 و2 ولا لا، عشان انا قلت لو اقل من 1.1 تاخدها خلاص 1.1، طب لو اكبر من 2 تاخدها 2، يبقى لازم تبقى في الرينج ده. بعد كده تروح تحسب الام لايف زائد امباكت والشير لايف زائد امباكت، يبقى انت كده حاسب الستريننج اكشن ديو تو لايف لودو امباكت. ساعات اصلا بيقول لك كده في السؤال، على فكره المساله مش دايما تيجي لك ديزاين، ممكن تبقى جايه لك ستريننج اكشن بس، مش شرط يعني انها تبقى جايه لك كامله، لا مش لازم، ممكن يبقى طالب في المساله بتاعتك يقول لك كالكوليت ام لايف زائد امباكت ويسيبك ويمشي، هو مش عايز غير دي، فانت هتقف عند الخطوه دي. طب دي بحسبها ازاي؟ اللي هي عباره عن الام لايف لود في الدايناميك افكت في الفاكتور على طول، والشير لايف زائد امباكت بيساوي الشير لايف لود في الدايناميك افكت. انا كده خلصت ديت لود ولايف لود ودايناميك افكت او دايناميك فاكتور. حد عنده مشكله في الثلاثه دول لحد دلوقتي؟ طب نقول يا شباب تمام حتى يعني؟ لا تمام يا باشمهندس. ماشي. طيب يظهر بقى عندي حاجة جديدة في الكوبري. احنا اللي احنا بنتكلم فيه التلات احمال اللي هم الديد واللايف، لو انا هقسم كده ان انا عندي نوعين من الكباري ديك وبني، عندي انواع الاحمال ديد ولايف وامباكت. التلاتة دول موجودين في الناحيتين تيد واللايف والإمباكت. عندي نوع كمان اسمه بريكنج فورس، البريكنج فورس دي برضو موجودة في الناحيتين. طيب البريكنج فورس دي بقى عبارة عن ايه؟ فاكرين لما كنت برسم معاكم اللي اوت وقلت لكم في انواع البريسنج، لما قلت لكم عندي ابر بريسنج ولور بريسنج، عندي اند كروس فريم بريسنج اللي كنت بسميها فيرتيكال بريسنج، يا اما فيرتيكال يا اما اند كروس فريمنج او اند كروس فريم. في قلت لكم معلش في نوع كمان كده انا يعني ايه انا بنعديه وما بنرسموش، ايه هو النوع ده بقى؟ اسمه بريكنج بريسنج. طب ده ناتج من ايه؟ نتيجه حركه القطر بتبقى موازيه لحركه السترينجر او موازيه للدايركشن بتاع السترينجر يعني بمعنى اصح.
طيب نتيجة الحركة في الاتجاه ده، وانا قلت لكم ان الحركة بتبقى دايناميك مش حالة ستاتيك خالص، فبيجي عندي هنا رياكشن في الاتجاه ده، الاتجاه اللي انا بشاور عليه ده الاتجاه نتيجة قوة الفرملة، ان بيجي القطر يفرمل مرة واحدة فبيدي رياكشن. انت لما انت حتى انت جربها، لو فرملت ماشي بسرعة كبيرة وفرملت مرة واحدة، انت بتحس على فكرة بخبطة، انت الخبطة اللي انت بتحس بيها دي نتيجة الرياكشن اللي ناتج من الحركة بتاعتك. طيب الرياكشن ده بقى مين اللي يشيله؟ هنوديه يعني فين؟ طبعا بديه ان الرياكشن ده هيروح على الكروس جيردر، هو الرياكشن ده ماشي على السترينجر. طب انا حتى لو هصمم السترينجر على ان هي عليها رياكشن نورمال، هو كده بيعمل نورمال فورس على السترينجر، هي دايما هتبقى مسيفه، اصل النورمال فورس ماشي بكامل السبان ده، فهي اكيد هتبقى مسيفه، لان اصلا القيمه مش كبيره اللي انا هطلعها معاكم دلوقتي. طب بعد كده، عشان كده انا ما جبتش ريتها يعني في السترينجر. طب بعد كده برضو الرياكشن ده يروح فين؟ حتى لو انا مشيله على السترينجر هيروح فين؟ ما هو لازم يدي رياكشن على الكروس جيردر، دي كده الكروس جيردر. فقال لك ان الكروس جيردر بيتكون عندها فورس نتيجه قوه الفرمله اللي بتحصل من حركه القطر عند اماكن في الاتجاه ده كده، عند اماكن السترينجر. يبقى انا عندي اي كروس جيردر من دول هيجي عليها فورس، الفورس دي يا شباب في البلان بتاعي، يعني الكروس جيردر دي محطوطه كده في البلان الافقي، فهي جاي عليها فورس في الافقي. طيب الفورس دي انا عندي ليها حلين، يا اما ان انت تطلع الكروس جيردر بتاعتك وتصمم الكروس جيردر على الفورس دي، يا اما ان انت تقولي لا خلي بالك يا هندسه، ده انا ممكن احط لها بريسنج هي اللي تنقلها، يبقى انا كده خلصت منها خالص من الكروس جيردر. زي ما انا عامله هنا كده، بداجي هنا الكروس جيردر اللي في الاول ده، انا حكيت هنا ربطت ما بينه وما بين السترينجر ببريسنج، الممبرز دي كده شايفين الممبرز دي المايله، الممبرز المايله دي محطوطه عشان هي اللي تشيل الفورس اللي جايه من قوه الفورمولا. وعاده لو انت هتستخدم بريكنج بريسنج بتحطها في اول باكيه واخر باكيه، بس انا بقول لكم ان الفورس اللي بتطلع دي مش كبيره، شخصي ان ملوش لازم ان انا اروح احط بريكنج بريسنج، يعني بتحط ممبرز وبتحط كونكشن، يعني انت بتتكلف ممبرز وبتتكلف كونكشن كمان، فرايي الشخصي انها ملهاش لازمه، فعشان كده احنا ما نحطش بريكنج بريسنج، بنروح على طول نعمل نصمم الكروس جيردر دي بحيث انها تكون شايله فورس في الاتجاه ده. اتفضل. معلش، هو كده هي هتنقل ايه بقى اللي هو البريكنج بريسنج؟ البريكنج بريسنج انت حاططها عشان تشيل الفورس اللي جاي هنا، في كده هنا فورس جاي على كامل الطول بتاع السترينجر، فانا اقوم حاطط لها ممبر يقوم ناقلها، الممبر ده يجي ينقلها. المفروض ان هو اي بريسنج في الدنيا بتبقى عايزه تنقل حملها لحد ما يوصل للسبورت، يبقى في هنا سبورت كده، فبرضو البريسنج دي محطوطه. لو انا هنا بتكلم على البوني فتلاقي ان هي محطوطه في الاتجاه بتاع في المكان بتاع اللور، فتدي منها للور ومنها للاساسات، اللور بريسنج برضه بتدي حملها للسبورتات، فبرضه هنا هتبقى هي تدي ما بتديش الكروس جيردر، خلي بالنا هي تاخد الحمل جاي من هنا تنقله للور ومنه للسبورت وهكذا، دي تاخد الحمل تنقله للور ومنها للسبورت. طب لو كان في الاتجاه الابر، قصدي هو دايما لو كان مع الابر، لو انت في الديك يعني، لو انت في الديك فتلاقي ان البريكنج بريسنج دي محطوطه في نفس المستوى بتاع الابر، برضه انها تنقل منها للابر ومنها للاند كروس فريم ومنها للسبورت وهكذا. تمام؟ تمام يا باشمهندس. بس انا خلاص انا مش هعمل اصلا بريكنج بريسنج لانها تكلفه ممبرز وتكلفه كونكشن ملهاش لازمه، الفرصه دلوقتي هنشوف بنحسبها ازاي. بس قبل ما اسيب بس الرسمه دي، اتجاه الفرصه فين؟ لو انا طلعت الكروس جيردر بره، دي كده الكروس جيردر بتاعتي، اتجاه الفرص يا شباب في اتجاه العمودي على الشاشه كده عند اماكن السترينجر بتاعتي، يعني جرب كده ان انت بتعمل سيكشن تبص هنا هيظهر لك البلان ان الفرص دي ماشيه في اتجاه البلان بتاعي. فلو جيت ان انت ترسم اليفيجن بتبص كده وترسم الكروس جيردر بتاعتك، هتلاقي ان انت عندك فرص في الاتجاه الافقي، اتجاه الاوت اوف بلان كده على الكروس جيردر. طب الفرص دي تعمل ايه؟ لو انا عندي دي الكروس جيردر بتاعتي، دي الاكسات اكس واي، الفرصه دي ماشيه كده، الفرصه دي بتعمل لي مومنت بس ام واي، يبقى انا عندي الاحمال الرئيسيه اللي على الكروس جيردر كانت بتطلع لي مومنت، لكن المومنت ده خلي بالنا انه كان ام اكس،
لكن احمال البريكنج فورس بتعمل لي مومنت على الكروس سكشن بتاعي، بتعمل لي ام واي، والبريكنج فورس ثابته معايا سواء انا كنت بتكلم على كوبري ديك ولا كوبري بوني. اماكن التاثير هي نفسها اماكن السترينجر. لو انا عندي بتكلم على دبل تراك فهتلاقي ان انت عندك 4 فورس. طب لو بتكلم على سنجل تراك هتلاقي ان انت عندك التو فورسز بس. دي حاجه. تاني حاجه قيمه الفورس نفسها بقى ثابته. انت بتحسب في كوبري سنجل او كوبري دبل قيمه الفورس نفسها ثابته، لكن عدد نقط التاثير هي اللي هتتغير لو انت بتتكلم على سنجل ولا دبل. بتاني كده يا شباب عشان الناس هتتلخبط، قيمه الفورس نفسها ثابته اللي انا هحسبها معاكم دلوقتي هي قيمه ثابته. نروح بقى نحسبها. لو انا عندي ده الكوبري بتاعي، يعني قيمه الفورس دي ثابته في كل انواع الكباري. ايوه بالظبط كده، لكن نقط التاثير بتاعتها هي اللي هتختلف. ايوه ماشي تمام. البريكنج فورس قال ان هي بياخدها نسبه من الاحمال اللي جايه على نتيجه تحميل الكوبري بالكامل على النمبر اوف كروس جيردر. بمعنى هو بيجيب، يعني هعتبر ان دي كلها كده الكوبري بتاعي، ده المين جيردر بتاعتي، يوم جايب المين جيردر دي محملها بحمل لايف لود على كامل الطول. طبعا على كامل الطول ما يعرفش يحمل غير 4 احمال برضه، وهيكمل الباقي بقى ايه يونيفورم، هيجي يحملها كلها. وبعد كده يطلع مجموع الاحمال دي يقسمها على عدد الكروس جيردر، كل واحده تشيل حملها بالتساوي، يبقى كل واحده بتاخد نصيبها بالتساوي من مجموعه الاحمال دي. بعد كده يضرب في 25% عشان يجيب قيمه البي. يبقى انا عندي الكوبري بتاعي طوله ال، دي المين جيردر، يجي يحملها بلايف لود من الاول للاخر عشان اوصل لاكبر تحميله. بحط الاربع احمال مركزه من الاول، وبعد كده ابعد 8 من 10 واحط الحمل الموزع. عايز احسب سميشن اوف ويل لود. الناس هتقول لي وانا بحسب رياكشن ولا بحسب ايه؟ انت ما بتحسبش رياكشن، لا انت بتحسب مجموع احمال مش اكتر. انا ما عنديش سيستم هنا بحسب له رياكشن اصلا. القيمه دي يا شباب احنا بنحط نسبه، بس خلي بالنا النسبه انا ما بحسبهاش من رياكشن، انا بحسبها من مجموعه احمال على المين جيردر مش اكتر. مجموعه الاحمال اللي جايه على المين جيردر ناتجه من ويل لود هتساوي كام؟ 4 احمال مركزه، فقلت 4 في 12 ونص بلس المسافه اللي باقيه دي حملها لي بحمل موزع، فطلعت المسافه الباقيه دي 21 و4، اضربها في 4 بدي كده مجموعة الأحمال. ده كده السميشن بتاع الأحمال، تقسمه على عدد الكروس جيردر اللي هو عدد البانلز بلس واحد، يدي لك لحد هنا كده يدي لك نصيب الكروس جيردر من التحميل. طب بعد ما جبت نصيب الكروس جيردر من تحميلة الويل لود تضربها في ربع يديك قيمة البي. الربع دي نسبة، دي مش معناها إن مثلا فاضل التلات أرباع مين اللي يشيله، لأ مش معناها كده. انا باخد البريكنج فورس باخدها نسبه من تحميله الكوبري. الربع دي يا شباب عشان الناس تتلخبطش، الربع دي مش معناها ان انا مقسمه 4 ارباع، مش معناها عشان انا عندي اربع نقط تاثير للسترينجر على الكروس جيردر فانا رحت هنا ضربت في ربع، لا الربع دي مش عشان كده. الربع دي ما هي الا نسبه. احنا دايما في السكندري لود دي كده انا بعتبرها سكندري لود، دايما بنبقى ضاربين في نسبه. حتى احنا بعد كده لو الناس فاكره مثلا اقول لكم حاجه، لو الناس فاكره في الكرين كنا بيبقى عندنا لاترال تشوك، بيبقى عندنا بريكنج برضو، فكنا بناخد 10% لللاترال تشوك وكنا بناخد الصبع في البريكنج. هي برضو نفسها كده حاله مشابهه ليها. انا بعتبر دايما ان حاله الحل في الكرين اصلا مشابه للحل في الكباري اللي احنا بناخده. الناس اللي في المشاريع لو جت تركز في الحل هتلاقيه مشابه ليه. فانا برضو هنا في البريكنج فورس باخد نسبه من تحميله الكوبري بكامل الطول بتاعه. يبقى تاني ايه هي تحميله الكوبري؟ اجيب المين جيردر بتاعتي ارص عليها الاحمال المركزه، بعد كده المسافه اللي تتبقى لي هتكملها احمال موزعه، تروح تجيب لي سمشن الاحمال دي، ما بتحسبش رياكشن، تجيب سمشن. بعد جبت السمشن يبقى دي كده تحميله كوبري بالكامل. بعد ما جبت السمشن تروح تقسم على النمبر اوف كروس جيردر، تجيب نصيب كل كروس جيردر من التحميله، بعد كده تضربها في نسبه عشان تجيب البريكنج فورس. طلعت قيمه البي 3.39 من 100 طن. يبقى انا دلوقتي عندي كروس جيردر بالشكل ده جاي عليها عند نقطه التاثير بتاعه السترينجر، عند نقطه السترينجر
تحط عليها قيمه البي، يبقى دي كده ايه التحميله بتاعتي اللي انا محتاجه اجيب بيها السترينج اكشن اللي جاي من البريكنج فورس. بس خلي بالك، هو انت اصلا عارف منين السبورتات بتاعت الكروس جيردر ده؟ انا دلوقتي بقيت بتكلم في بلان تاني خالص. انا لما كنت بتكلم في اول السكشن في الاحمال العاديه كنت باخد سكشن هنا بقول ان انا عندي كروس جيردر سيمبل بيم مرتكزه على 2 من جيردر فوق وتحت، عشان انت كنت بتتكلم في الاليفيجن، فكنت في السايد فيو اقصد، فكنت بتروح تبص لي على السايد فيو وتقول لي هو الاستاتيكال سيستم ايه. لكن احنا المره دي في البريكنج فورس انا نظرتي ببص في حته تانية وببص في بلان، لان انا عندي الفورس اصلا بتاثر في مستوى البلان. يبقى الاستاتيكال سيستم بتاعي ايه؟ المفروض ابص فين بقى؟ ابص اشوف نقط الكروس جيردر متثبته في كام نقطه. حاله الاكس بريسنج الكروس جيردر متثبته في نقطتين، فتلاقي انها عباره عن سيمبل بيم زي ما هي. طيب تمام. طب حاله الكي بريسنج بقى، انا بقول لك بص في البلان عشان تعرف اماكن السبورت. الفورس بتاثر في مستوى البلان، يبقى عشان اعرف اماكن السبورت ابص في البلان. حاله الكي بريسنج لو دي كروس جيردر بتاعتي مرتكزه في كام نقطه، والله دي مرتكزه فوق وتحت بالمين جيردر بلس برضو انها مثبتها الكي بريسنج، وفي نقطه تثبيت كمان ظهرت عندي ناتجه من الكي بريسنج. يبقى انا عندي كام نقطه؟ عندي 3. يبقى الحالة دي الكروس جيردر بتاعتي ما بقتش سيمبل، دي بقت كونتينيوس. وخلي بالنا دي بقت ايه؟ كونتينيوس، مش سيمبل يمين يمين وشمال، لا دي كاميرا كاملة على بعضها، دي بقت كونتينيوس يا شباب. يبقى انا دلوقتي لما اجي احل، لو انا كان عندي البلان بتاعك يبقى الناس كلها بقى اللي رايحة عاملة في اللي اوت كي تحاول تعمله اكس، لان الاكس اسهل لها. الاكس بتاعتي دي هتخلي لي ان الكروس جيردر بتاعتي سيمبل بيم بريكنج فورس عند نفس اماكن الاسترينج، والناس اللي عندها البلان اللي كان فيه كي بريسنج هيظهر عندها الكروس جيردر عباره عن كونتينيوس، وظهر عندها برضو الفورس في نقطه في 4 نقط في اماكن الاسترينج. سواء دي او دي بقى هتروح تحل الكروس جيردر بتاعتك وتطلع عليها سترينج اكشن سيمبل بيم، فبيطلع عندها واحد بس بوزيتيف، هو ده اللي انا محتاجه. طب لو كان كونتينيوس، لا انت بيبقى عندك بيبقى المومنت كده، فعندك نيجاتيف وبوزيتيف، انت هتتعامل مع كبير منهم، الاكبر من النيجاتيف او البوزيتيف. بس انا الحاله بتاعتي ايه يعني، انا اعتبرتها يعني سهلت على نفسي الحقيقه، اعتبرتها ان انا كان عندي البلان فيه اكس بريسنج، فخدتها انها سيمبل بيم. السيمبل بيم خلي بالنا انها جاي عليها فورس في الاتجاه ده، انا هنا رسم في البلان، لكن اللي هيرسمها لي كده عشان ما يلخبطش نفسه يحط لي الفورس كده زي ما قلت لكم اتجاه الاوت اوف بلان، عشان الناس ما تتلخبطش، عشان تبقى عارفه ان المومنت اللي طالع ده مش ام اكس زي اللي فات، المومنت هنا ام واي. دي روح تحسب مومنت في الميد سبان عادي خالص، طلع لك 12.2 طن متر. يبقى انا عندي حسبت ديد ولايف وامباكت، ظهر عندي حاله جديده اسمها البريكنج فورس، دي مش فارقه موجوده في الديك والبني، لكن اماكن التاثير هتختلف. انا كنت سنجل تراك ولا دبل تراك؟ والله لو كنت سيمبل هيظهر عندي الكاميرا بالمنظر ده كده، هيظهر عندي نقطتين بس بيأثر عليهم البي. طب لو كنت دبل هيظهر عندي 4 نقط. قيمة البي نفسها ما بتختلفش، بتعوض في القانون وخلاص يطلع لك الرقم ده. قيمة البي ما بتختلفش لو سواء انت كنت سنجل ولا دبل. الحالة دي طلعت لي ام واي. انا لحد دلوقتي اللي انا حليته ده سواء انت جالك الكوبري ديك ولا باني ثابت معاك. اتفضل. وحضرتك لو انا كي بقى وهو كونتينوس، العزم السالب ده عامل فيه حاجه ولا اخد الكبير من العزم السالب والعزم الموجب؟ هتاخد الكبير ما بينهم بس. تمام. لحد دلوقتي الديد لود واللايف لود والامباكت والبريكنج فورس دي ثابته معاك في النوعين من الكباري الديك والبوني. في بقى حاله زياده كده بقى هي بتاعت البوني بس. لو الناس فاكره واحنا بنعمل البريسنج قلت لكم في الديك انا ببقى محتاج ابر بريسنج ولور بريسنج واند كروس فريم او فيرتيكال، بس في البوني بقى لما رحت احط البريسنج لقيت ان انا ما عرفتش احط غير اللور، استغنيت عن الابر واستغنيت عن الاند كروس فريم اللي بيقفل لي المساحه دي كلها، استغنيت عن الاثنين دول. بس قلت لكم ان انا وانا بدل استغنيت عنهم كده يبقى هم ما كانش ليهم لازمه بقى، بدل استغنيت عنهم فرجعنا قلنا لا هندسه لا ده ليهم لازمه، بدليل ان انا لما استغنيت عنهم اضطريت ان انا اعمل براكت.
عملت حاجتين عشان استغنى عنهم، حطيت براكت بحيث انها يعني الى حد ما يعني تعوض لي غياب الابر بريسنج، بحيث انها تبقى برضو مسكالي في الابر فلانج ومثبتها لي برضو على كذا نقطه. دي حاجه. تاني حاجه قلت لكم ان بيحصل عندي حاجه اسمها يو فريم، ان بتبدا الكونكشن ما بين الكروس جردر وما بين المين جردر تبقى السلوك بتاعها كانه ريجيد. ريجيد يعني ايه؟ يعني هتشيل مومنت، يبقى انا بيظهر عندي لان انا ما عنديش بريسنج، فبدات ان انا اعمل الكونكشن بتاعتي تكون ريجيد. ما انا كان عندي بريسنج، ده معناه ان انا كان عندي فورس في الاماكن دي. طب ما الفورس في المكان ده لو ما لقيتش حاجه تشيلها هتضطر تتنقل تحت لوحدها بالسبورت وفورس ومومنت، صح كده؟ طب تمام. وانا عشان اتغلب على الحاله دي بقى ما انا هعمل ازاي؟ هعمل ايه لو انا السبورت اللي عندي دي كانت فليكسيبل، كانت هنج؟ السبورت دي لو فليكسيبل الكوبري ده ينهار، مش هتشيل الفورس اللي جايه له اللي كانت مكان الابر بريسنج. طب اعمل ايه في الحكايه دي؟ قال لك تبدا بقى ان انت تخلي السبورت دي ريجيد. انت لو خليت السبورت دي ريجيد لو جالها مومنت او فورس هتشيلها عادي، ما عندهاش مشكله. مش دي اصلا الفريمات؟ الفريمات انا بعملها ليه؟ عشان بيبقى عندي مومنت، فبتعمل السبورتات بتاعتك ريجيد. يبقى اليو فريم ظهر عندي ان انا خايف ان يبقى فيه هنا فورسز، الفورس دي تنقل لتحت لانها مش لاقي حاجه تشيلها اتجاه ده كده، مش لاقي حاجه تشيلها، ما عنديش ابر. فعملت السبورت ما بين الكروس جردر وما بين المين جردر ريجيد بحيث انها تشيل لي المومنت اللي جاي من هنا. سيبنا بس من القانون ده كده. الفورس دي اصلا يا شباب عباره ما هي الا قوه تخيليه. الفورس دي مش عندك دلوقتي وليها حسبه معينه، هي ماشي لها حسبه كده احنا بنفرضها مع بعض، بس هي على فكره عباره عن قوه تخيليه. انا بفترض وجود فورس هنا عشان انا خايف وخلاص، عشان ما عنديش اور بريسنج فانا بدات اخاف. انا كده وكده انا ما حطيتلكش احمال رياح على فكره، ما قلتلكش في احمال رياح روح صمم لي عليها دلوقتي، لا فرصتي دي تخيليه. انا خايف ان انا ما عنديش اور بريسنج، فخايف ان اي فرصه تتكون لي في المكان الاور في لانج ما تلاقيش ممبرز تشيلها تقوم راح منقوله للسبورت. بس لو اتنقلت للسبورت بقى هتتنقل بمومنت. طب ولو اتنقلت بمومنت بقى الفرصه اللي هنا دي هتتنقل بمومنت لتحت على الكروس جردر. طب لو اتنقلت بمومنت والمكان ده كان فليكسيبل، المكان ده لو فليكسيبل هيبدا يتحرك لبره ويحصل انهيار لبره بقى ولجوه، بس هيحصل انهيار في الحالتين. لكن المكان ده انا بخلي الكونكشن بتاعته ريجيد بحيث انها تقدر تشيل لي المومنت اللي جاي من الفرصة التخيليه دي. طب ايه بقى قيمه الفرصة دي اللي انا فرضتها يعني عشان امن نفسي؟ الفرصة دي بتساوي قوه الكومبريشن اللي بتاثر على الكومبريشن فلانج اللي فوق. عندك هنا مين جردر اهي، خلينا نتكلم هنا، دي مين جردر بيظهر بيأثر عندي هنا فورس كومبريشن. طب جايه من الفورس كومبريشن دي اي مين جردر في الدنيا هيأثر عليها مومنت بالمنظر ده. المومنت ده يا شباب بيعمل لك فورس تنشن على اللور فلانج وكومبريشن على الابر فلانج. فالكوت كومبريشن دي جايه من المومنت بتاع المين جردر، هنحط تحت الكلمه دي كده 100 خط. يبقى فورس الكومبريشن اللي بيأثر على الابر فلانج جايه من المومنت بتاع المين جردر. فقال لك ان انا باخد الفرصه التخيليه دي هي 1% من قيمه الكومبريشن دي. يبقى قيمه الكومبريشن فورس عباره عن المومنت بتاع المين جردر على الواي سي تي. الواي سي تي ده انا باخده نسبه من 97% لو كنت سنجل تراك، او 99% لو كنت دبل تراك من الدبس بتاع المين جردر. المومنت بتاعي هو ام ديت زد لايف زد امباكت بتاع المين جردر. اللي بالنا المومنت بتاعي مش جردر خالص، ده المومنت اللي بيأثر على المين جردر زي ما احنا شايفين كده، هو اللي بيعمل لي كومبريشن على الكومبريشن فلانج بتاعت المين جردر. يبقى المومنت اللي انا بعوض بيه هو مومنت مين جردر. طبعا احنا في مشاريعنا ما صممناش مين جردر، فالخطوه دي احنا هنكنسلها دلوقتي عموما يعني، لكن احنا بنشرحها عشان بعد كده انت لما تصمم المين جردر هترجع تعوض فيها. يبقى انا عندي فرصه بتاثر على الابر فلانج بتاعت المين جردر ناتجه من المومنت بتاعه، عرفت احسبها. بعد ما حسبتها تروح تضربها في 1% عشان تجيب الفرصه التخيليه اللي بتاثر على الكوبري بتاعك. طب بعد ما جبتها بقى انا برضو عايز احسب المومنت اللي انا خايف منه ده. المومنت بتاعك ده ام اكس بيساوي الفرصه في ار. طب الار دي ايه هي؟ الار دي هتلاقيها المسافه، اهو نمسح بس الكلام ده. الار دي هتلاقيها المسافه اللي ما بين اللي بتاثر لك من سنتر لاين الكروس جردر لحد الابر فلانج بتاعت المين جردر. فالار هتساوي الدبس بتاع المين جردر، دي كده بتساوي الدبس بتاع المين جردر
ناقص الدبس بتاع الكروس جردر على الاثنين. نكتب بس القانون ده عشان لو مش مكتوب تقريبا. الار اللي انا بعوض بيها عشان احسب المومنت اللي جاي على الكروس جردر بتاعتي، خلي بالنا ان المومنت ده بقى ام اكس، ام اكس يبقى هيضاف على المومنت بتاع الديد واللايف والامباكت اللي انا حاسبه من شويه للكروس جردر. يبقى الام اكس اديشنال ده بيساوي اف في ار. الار دي اللي هي المسافه من سنتر لاين الكروس جردر لحد الابر فلانج بتاع المين جردر، يبقى بيساوي دبس المين جردر ناقص دبس الكروس جردر على 2. طب عرفت تحسب الام اكس بقى، يبقى انت كده خلصت كل التحميل اللي عندك، خلصت ديد ولايف وامباكت وبريكنج، وده كان ثابت سواء الكوبري ديك ولا بوني. خلصت بقى التأثير بتاع اليو فريم، بس اليو فريم ده ما بيظهرش غير في البوني بريدج. يبقى الحالة الخامسة دي كده اعتبرها رقم خمسة في حالات التحميل، ما بتظهر لكش غير في حالة البوني بريدج. يبقى ايه هي الفاينل سترينج اكشن بتاعتي؟ عبارة عن ام اكس، الام اكس ناتجة من الام ديد ولايف والامباكت بتاع الكروس جردر، بلس ام اكس اديشنال جاي لك من اليو فريم، بلس ام اكس اديشنال ده مش هتظهر لك غير في البوني. لو انت كان عندك الكوبري ديك، الكوبري ديك ده كده مش هيظهر لك، هيظهر لك بس ام اكس جاي من الديد لايف فول امباكت، لكن عشان الكوبري بوني فهيظهر لك الحاله الثالثه، الحاله الخامسه دي. عندك ام واي جاي من البريكنج وده ثابت معاك سواء انت كنت ديك ولا بوني، هو موجود. عندك شير بقى ديد لايف فول امباكت ده برضه ثابت معاك سواء انت كنت ديد او سواء كنت ديك او بوني. يبقى الحاله الوحيده اللي فارقه هي الام اكس اديشنال، دي موجوده في حاله البوني ومش موجوده في حاله الديك. بدي كده الفاينل سترينج اكشن اللي انا هصمم عليها. حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ باشمهندسة اتفضل. هو حضرتك احنا كده مش هنعمل الخطوه بتاعت الاخيره دي وهنعملها بعد المين جردر تاني، ولا خلاص كده مش هنعملها؟ ما مش هتعملوها انتوا في الشيت لان انتوا معكوش المومنت بتاع المين جردر اللي انت محتاجه، فانت مش هتعملها، تبقى ترجع بعد ايه تشيك عليها بعد ما تخلص المين جردر. ده نفس الكلام برضه في الامتحان لو جت حاجة زي كده برضه صح؟ ما لو جت لك في الامتحان هو هيديلك جيفن، هيقول لك المومنت بتاع المينجر ده قد ايه، وانا هديلكوا من اكزامبل عليها في الاخر. تمام. طيب الديزاين بتاعي بقى انا بصمم على ايه؟ من المرة اللي فاتت واحنا كنا بنصمم ان انا عندي بشيك على التنشن ستريس او البندنج ستريس اللي بيأثر معايا، وقلت ان هو حاله من الاثنين، يا اما 64% اف يلد يا 58% على حسب هو هوت رولد ولا بيلت اب. والتصنيف الاصح يعني ان هو لو كومباكت 64%، لو نان كومباكت 58%. تاني حاجه كنت بعمل تشيك على ان انا عندي حاجه اسمها فاتيج. ثالث حاجه كان عندي اللوكال باكلينج، بس كنا بنقول ان القطاع بتاعي هوت رولد فهو يطلع كومباكت، فما كنتش بعملش التشيك ده يعني. رابع حاجه ان انا كان عندي لاترال تورشنال باكلينج، بس الكومبريشن فلانج بتاعت السترينجر كانت متثبته على مسافات قليله، فانا كنت متاكد ان مش هيحصل لاترال تورشنال باكلينج. المره دي بقى ممكن يحصل، فهنعمل تشيك عليه. يبقى انا المره دي عندي بيندنج ستريس، وعندي فاتيج، وعندي لاترال تورشنال باكلينج، ولو اضطريت اعمل قطاع بيلت اب هضطر ان انا اعمل تشيك على اللوكال باكلينج. مش عارفه ايه اللي انا بكتبه ده، بس ماشي. لو انا هعمل هنا تشيك على الفتيج بتاعي بيساوي قانون هو نفسه المره اللي فاتت، اف في اس رينج على واحد ناقص ام ديد على ام ديد زائد لايف زائد امباكت، اقل من لو انت القطاع بتاعك كومباكت فانت بتقارن ب 64% اف يلد، ده كده الحته بتاعه تشيك بيندنج ستريس. لو انت القطاع بتاعك كومباكت هتقارن ب 64%، لو انت القطاع بتاعك نون كومباكت هتقارن ب 58% اف يلد. الاف اس رينج بقى ليها برضو داخله في الكود وكده، فانا جمعناها لكم في الجدول ده على طول. ان انت بتشوف نوع البريسنج بتاعتك كي ولا اكس، وبتشوف التراك بتاعك سنجل ولا دبل، وتدخل تطلع الاف اس رينج. فاحنا الكيس بتاعنا كان اكس بريسنج ودبل تراك، يبقى الاف اس رينج بتاعتي هو الرقم ده، يبقى 52% على واحد ناقص الام ديد بتاعك على الام ديد زائد لايف زائد امباكت بيساوي 266%. الرقم ده بتروح تقارنه ب 64% فيلد، على اعتبار ان انت لما بتبدا في التصميم بتبدا ان انت ناوي تعمل قطاع هوت رولد. خلي بالنا في الكروس جردر انا ببدا تصميمي ناوي اعمله قطاع هوت رولد، فبروح اقارن ب 64% فيلد. هتاخد الاصغر ما بينهم، يبقى ده الاف ماكسيمم المفروض تصمم عليه. بعد كده تروح تجيب الاس اكس بتاعتك،
حد هيقول لي هندسه احنا على فكره عندنا ام اكس وام واي، هقول لك ماشي، انا بس بعمل خطوه مبدئيه بالام اكس وبعدين هروح اعمل تشيك على الكومبايند اكس واي، فالاس ريكوايرد هنا هتساوي الام اكس على الاف ماكسيمم. حتى هنا انت برضه لو جيت تشوف انا هنا بعوض في الفتيج بالام ديت زائد لايف زائد امباكت، حتى لو انت عندك ام اكس اديشنال انت برضه هتعوض بالام ديت زائد لايف زائد امباكت. بعد كده بقى في خطوه اللي تشيك كومبايند دي هي اللي هتظبط الدنيا، يبقى انت في تعويضاتك ماشي عادي خالص بالمومنت ديت زائد لايف زائد امباكت، مفيش اي مشكله. بس خلي بالنا هنا في الاس ريكوايرد عوض بالام اكس كلها، لو انت كان الكوبري بتاعك بني فانت عندك ام ديت زائد لايف زائد امباكت بلس ام اكس اديشنال اللي جاي من اليو فريم، فهتروح تعوض بيه هنا على الاف ماكسيموم اللي هي الاصغر من الفتيج او البندنج اللي هو 64% فيلد، يعني طلع لك الرقم ده. تروح تدخل الجداول بتاعتك تدور في قطاعات الاتش اي بي، احنا عاده في الكروس جيردر بيطلع قطاع تقيل عن السترينجر ما عدا قليل قوي لو طلع هو اخف من السترينجر، في ناس عندها الاسبانات بتاعت السترينجر اكبر من الاسبانات بتاعت الكروس جيردر، اعتقد يعني ان في حاله كده خاصه قوي اللي بيظهر عندها الحته دي، بس ساعات ان قطاع السترينجر بيطلع كبير عن قطاع الكروس جيردر بتبقى حاجه غريبه يعني، بس هنشوفها بعدين. فعندي هنا هتدخل الجداول، جداول الاتش اي بي تدور بالاس دي، بس هتحاول بقى وانت بتدور تعمل ايه؟ هتحاول تاخد قطاع اكبر منه بكتير، ان انت خلي بالك ان انت معوض بالام اكس بس، انت عندك ام واي كمان، فانت لما تدخل الاتش اي بي حاول تطلع قطاع الاس بتاعته اكبر بكتير من الرقم اللي انت مطلعه ده. فانا خدت اكبر اتش اي بي اصلا، هي اتش اي بي 1000 دي اكبر حاجه توصل لها في الجداول بتاعتك. بعد كده لو اضطريت ان انت محتاج اتش بي اكبر من الرقم ده هتضطر تعمل قطاع بلت اب، تفرض بقى دبس اكبر من الالف دي. المهم طلعت الاس اكس، ما تنساش تطلع الاس واي لاني عندي تشيك كومبايند على الام اكس والام واي، القانون بتاعي بيقول لي ام اكس على الاس اكس بلس ام واي على الاس واي، بس في الحاله دي عشان انت عندك ام واي فانت بتقارن بواحد واتنين من عشره اف ماكسيمم، هتروح تعوض عادي خالص بالاس اكس والاس واي اللي انت مطلعها في الجدول، تروح تعوض بيهم هنا، تعوض بالام اكس اللي هي عباره عن ام ديت زائد لايف زائد امباكت بلس ام اكس اديشنال في حاله البني، حاله الديك عباره عن ام ديت زائد لايف زائد امباكت بس، الام واي دي ثابته معاك سواء انت ديك ولا بني، تروح تعوض بيها، تطلع الرقم ده، الرقم ده تقارنه بواحد واتنين من عشره في الاف ماكسيموم اللي انت اصلا كنت ايه بتحل بيها. طلعت لك هنا لو الناس خدت بالها، انتوا متخيلين لو انت كنت طلعت اتش اي بي الاس بتاعتها اس اكس قريبه من الرقم ده، لو جيت تعوض هنا كان هيطلع انصيف على طول، لان انا هنا مكبر القطاع خالص، لو جينا نقارن الرقم تقريبا ضعف القطاع اللي المفروض كنت اطلعه، خدت ضعف القطاع تقريبا عشان كنت خايف من الام واي، فلما جيت هنا عوضت طلع لي اصلا اللي تشيك قريب جدا. فانت لما تيجي تدخل الجدول تحاول تكبر القطاع بحيث ان انت توصل للضعف، حتى انا هنا خدت ضعف القطاع فانت برضه تعمل كده. يبقى تاني انا كده عملت تشيك على ايه؟ انا عملت تشيك على البيندنج ستريس، عملت تشيك على الفتيج وعوضت بالام اكس وجبت قطاع لحد هنا كده عملت تشيك بالكومبايند ام اكس وام واي بقى اللي انا طلعتها. طب فاضل لي لوكال باكلينج؟ لا ما انا خلاص بقى، ما انا معايا قطاع هوت رولد يبقى انا متاكد ان هو كومباكت. طب فاضل لي لاترال تشر الباكلينج، هنشوفه دلوقتي. بس قبل ما نشوف هنعمل تشيك سريع كده بتاع الشير، اللي تشيك بتاعه كيو ديت زائد لايف زائد امباكت على اتش ويب في تي ويب، طلع لي الرقم ده كنت ب 35% اف اي، طلع لي 98% طن على السنتيمتر تربيع. اتفضل. معلش هو لو بلت اب هعمل ايه بقى؟ يعني هفرض الدبس بس ولا والله هقولها، انا هقولها، انا محضره لها مثال، انا بس ما نزلتوش في السكشن ده، هنزله بس بعد السكشن، انا محضره لها مثال. تمام. هنعمل تشيك لاترال تورشن الباكلينج بقى اللي هو ظهر معايا زياده عن حاله السترينجر. الكروس جردر بتاعتي ممسوكه في الاتجاه الاوت اوف بلان بسترينجر في الاماكن اللي هي بالنقط دي، فانا دلوقتي ببقى خايف ان يحصل على الكومبريشن فلانج يحصل عليها ديفورميشن، مش انا قلت عندي الممبر بيبقى بالكروس سكشن بالشكل ده، يحصل عليه لاترال توشن باكلينج يعني يبدا يقلب لبره كده، فايه اللي اتحرك معايا؟ ايه اللي انا خايف منه في الحركه؟ اللي اتحرك معايا لبره وحصل له تويست هو الكومبريشن فلانج،
فلما باجي ادور بقى في التشيك بتاعه بروح اشوف المسافه اللي متثبت عليها الكومبريشن فلانج ايه اللي انا ببقى خايف منها، لان لو حصل ريفورميشن هيحصل كده بالمنظر ده على المسافات دي. تمام كده؟ طيب تمام. طب بديهي ان انا اروح لما اروح اعمل تشيك اروح اعمل على انهي بقى ال unsupported lens. اول حاجه في الخطوات ان انت تروح تحسب ال unsupported lens actual. unsupported lens تاخد اكبر مسافه، يعني اكبر طول للكروس جردر ما بين نقطتين تثبيت في الاوت اوف بلين، هو ده كده ال unsupported lens، اللي هي المسافه اللي مش متثبت عليها الكومبريشن فلانج بتاعتي. اكبر مسافه مش متثبت عليها ايه هي؟ الواحد وثمانية ولا الواحد وسبعة؟ الواحد وثمانية. طب الارقام دي انا جبتها منين؟ دي المسافات يا جماعه ما بين السترينجر الواحد اللي انت اصلا بتبقى جايبها من السايد فيو في اللي اوت. خلاص بقى الارقام دي احنا خلاص عرفنا بنحطها ازاي. فطبعا هتروح تاخد الواحد وثمانية من عشرة بس بتقعد بالسنتي يبقى 180 سنتي. يبقى ده كده الانسبورتد لينس بتاع الكومبريشن فلانج، اللي هي اكبر مسافه مش متثبت عليها الكومبريشن فلانج، يعني ما بين النقطتين دول كل ده كده مش متثبت، فانا خدت ايه 180 سنتي. هتروح تقارنهم بكمتين، المفروض ان الال ان سبورتد دي تطلع اقل من الكومتين دول عشان ايه؟ تبقى انت ما عندكش لاترال تورشنال. فالمفروض الال ان سبورت اقل من 20 بي فلانج على جذر اف ييلد وتعوض فيها، ده كده البي فلانج بتاعت الاتش اي بي 1000 على جذر الاف ييلد، بنعوض بالسنتي خلي بالنا، طلع لي الرقم ده. القيمه الثانيه خلي بالنا ان الارقام دي القوانين دي مش محفوظه، تبقى جايه لي 1880 اريا فلانج في السي بي على الدي في الاف ييلد. الاريا فلانج عباره عن البي فلانج في التي فلانج من الجدول طبعا. السي بي لو الناس فاكره ان ده معامل تصحيح عزم، لان احنا زي ما احنا عارفين ان القوانين بتاعتنا بتبقى محطوطه على الحاله الكريتيكال اللي تكون فيها الكاميرا عليها مومنت يونيفورم، عليها اتنين مومنت كده، يبقى عليها مومنت يونيفورم من الاول للاخر. طبعا الحاله دي مش عندي، انا ما عنديش مومنت يونيفورم، فبضطر اضرب في السي بي معامل تصحيح عزم طبعا اكبر من الواحد، بس الرقم ده نحفظه 1.13%. هي بتتجاب بصراحه يا اما من قانون يا اما من جدول كده في الكود، بس احنا نحفظه. على الدي في الاي فيلد الدبس بتاع الاتش اي بي بتاعتك كانت 1000 ملي يعني 100 سنتي، في الاي فيلد 2.8 من 10 طلع الرقم ده. الاصغر ما بينهم من 300 ولا 600 هتاخد الرقم ده تقارن بيه، ده الاصغر. تروح بقى تقارن الرقم ده بالال ان سبورتد لينس اللي هو 180 سنتي، والله طلع اقل منه، هو فعلا طلع اقل منه، يبقى انت ما عندكش لاترال تورشنال باكلينج، يبقى انت فعلا الاستريس اللي انت بتتعامل معاه هو الاف بندنج. هنا كده يبقى الاستريس اللي انت بتتعامل معاه 64 من مائي فيلد. طب لو انت افرض ان انت كان عندك ال unsupported lens طلع اكبر من ال unsupported اللي جاي من الكود ده، تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ لا في الحاله دي يبقى انت عندك لاترال تورشنال باكلينج. تروح بقى تعمل التشيك بستريس كده بشوية قوانين كده في الكود، يعني حاول اقولها كده ناخد مثال عليها المرة الجاية. يبقى انت كده خلاص انت عملت تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج وهتستخدم اتش اي بي 1000. اتفضل. الاف ماكسيمم ده اللي احنا كنا جبناها ورا اللي هي المينيمم من الاف بندنج والاف ماكسيمم اللي سالت دي. الاف ماكسيمم هنا قصدي الاستريس اللي الكاميرا تتحمله في اللاترال تورشنال باكلينج. انا هنا ما عنديش لاترال تورشنال باكلينج، بس هنا الاف ماكسيمم اللي مسيف لي في اللاترال تورشنال باكلينج يعني هو الاف بندنج اللي هو 64 من 100 اف فيلد. طبعا انت كده ولا كده هو اللي احنا مصممين عليه هو ده فعلا، بس يعني بفرض ان انت ما كانش كنت مصمم على قيمه الفتيك كان اصغر، بس انا قصدي هنا اللي بيسيف لك في اللاترال تورشنال باكلينج هو الاف بندنج. تمام. يبقى انت كده عملت كل التشيكات بتاعتك وهتستخدم كروس سيكشن اتش اي بي 1000. حد عنده بس مشكله في المثال ده قبل ما نبدا في شويه ملاحظات؟ هو الحل يعني تحسه كتير بس هو مش كتير لما تيجي تحل، عشان بس احنا بنشرح في وسط الحل، لكن هي يعني انا بالنسبه لي مساله الكروس جردر اسهل من السترينج. ماشي يا شباب، حد عنده مشكله؟ تمام يا باشمهندس. لو انا كان عندي الكوبري بتاعي سنجل تراك زي ما قلت وانا بحسب في حاله الديد لود، فهيبقى عندي الكاميرا بتاعتي دي كده الكروس جردر عليها الاون ويت اللي انا خلاص بفرضه 3 من 10 طن على المتر الطولي، عليها اتنين رياكشن جايين جايين فين بقى؟ جايين في اماكن السترنجر. طب انا كان عندي سنجل تراك عندي كام يعني رياكشنات بقى؟ عندي اتنين بس.
طب لو انا كنت بتكلم على دبل تراك، هي برضو نفس الكروس جيردر عليها قنوة 3 من 10 طن على المتر الطولي. طب فين بقى اماكن الرياكشنات اللي جايه من السترينجر؟ عندك كام مكان؟ عندك 4 اماكن عشان انت بتتكلم مع دبل تراك. طبعا ترتيب الاحمال ده بقى تعرف تحط المسافات دي. قلت لكم المسافات دي اصلا متجابه من اماكن السترينجر اللي انت كنت عاملها في اللاي اوت. حاله اللايف لود معلش يا باشمهندس، لو انا عندي معلش اتفضل. هي المسافة اللي هي 1.7 اللي في النص دي، احنا ليه ما عملناش 1.8؟ حضرتك كنت قلت في 7 في الأول، معلش النت كان بيقطع وما سمعتش كويس. انا دلوقتي عندي دي كروس جردن، هاجي اعمل لها سنتر لاين كده. انا عارفه ان المسافه ما بين 2 تراك 3.5 متر، دي كده 3.5 متر. فتبعدي من السنتر لاين 3.5 على الاتنين وتاخدي سنتر، وتبعدي من السنتر ده 3.5 على الاتنين وتاخدي سنتر كمان. بعد ما خدتي السنترين دول بقى تبتدي ترصي السترينجر يمينها وشمالها، عشان المفروض بيبقى عندي هنا سترينجر وهنا سترينجر، فالمسافة ما بينهم 1.8، وعندي هنا برضو سترينجر وهنا سترينجر، والمسافة ما بينهم 1.8. يبقى المسافة من السنتر ده للسترينجر دي هتلاقيه 9، وهكذا برضو دي 9. تعرفي بقى تحسبي المسافة اللي في النص دي؟ المسافة اللي في النص دي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3.5 ناقص 9 ناقص 9، هتطلع لك 1.7 متر. الاسبان بتاع ماشي الكروس تمام. جردر كله 7.2 او 7.1 ايا كان بقى اللي هتفرضوه، هيبقى لك الرقم اللي بره ده كده. المسافه اللي باقيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 7.2 ناقص 1.8 ناقص 1.8 ناقص 1.7، يطلع لك قيمه تقسمها على الاثنين يدي لك المسافه دي والمسافه دي، كانك بترسم لاي اوت. طيب لو انا في اللايف لود بقى، في حالة إن أنت بتتعامل مع دبل تراك، فأنا عندي الكروس جردر بتاعتي هيبقى جاي عليها 4 رياكشن من السترينجر بتاعتي، فتروح تحسب الرياكشنات. طب هل قيمة الرياكشن دي هتفرق معاك أنت سنجل ولا دبل ولا أي حاجة يا شباب؟ قيمة الرياكشن اللي أنا بحطها على الكروس جردر دي ما بتفرقش معاك، أنت بتاخد سترينجر يمين وشمال الكروس جردر وخلاص، وتعمل تحميلتك وتطلع رياكشنك، ما تفرقش معاك أنت سنجل ولا دبل. سنجل ولا دبل دي فارقة معايا في اماكن الاحمال اللي على الكروس جردر، والناس تركز، لان الناس ساعات بيجي لها الكوبري سنجل وتروح تحله دبل، يعني بتاخد زيرو في المساله مثلا كده وانت مرتاح. طب لو انا كان عندي سنجل تراك، فانا اروح اجيب الكروس جردر بتاعتي هيبقى عليها مكان بس لاني ما عنديش غير 2 سترينجر عليهم الرياكشن اللايف لود. طب هل الرياكشن ده يفرق معايا انا سنجل ولا دبل؟ لا ما يفرقش معايا، انت واخد وخلاص 2 سترينجر وحاطط تحملتك عليهم. ده كده الديت واللايف. بالنسبه للامباكت، الامباكت خلاص هو قانون ثابت ال اي ب 2 بي وتروح تعوض بيه. طيب بالنسبه للبريكنج فورس، قلت البريكنج فورس قيمه البي نفسها ما تفرقش معايا، اماكن بس نفس كده نفس المنظر ده، الاماكن بس يا اما عندك 4 اماكن حاطط عليهم البي، يا اما عندك مكانين بس حاطط عليهم البي، لكن قيمه البي كقيمه لو الناس كده قعدت ركزت مع نفسها هتلاقي ان قيمه البي مش فارقه، هي 25% من مجموعة الأحمال اللي محطوطة على كامل طول الكوبري مقسومة على النمبر اوف كروس جردر يدي لك قيمة البي. طبعا الاستاتيكال سيستم بقى بغض النظر الاستاتيكال سيستم هو سيمبل ولا دبل، ممكن يبقى عندك الكروس جردر بتاعتك عليها كيب بريسنج فيظهر عندها سبورت في النص وهي اصلا سنجل، فتلاقي ان انت عندك فرصة هنا وفرصة هنا من المنظر ده كده، فالناس تبقى مركزة بس هي بتحط الفورسز فين، تبص في البلان مش هتتلخبط. دي كده ايه الملحوظة بتاعت الأحمال. طيب في بقى ملحوظة، لو أنا كان مديني قطاع عايز يحسب بس عليه بغض النظر بس عن اللي مكتوب هنا، أنا مش عايز أعمل تشيك سيفتي ولا حاجة، أنا عايز أحسب قيمة ال F وال M X additional. هيقول لك كده ايه؟ هيقول لك إن أنت عندك هنا يو فريم، عندك قصدي بوني بريدج، وعايز يحسب قيمة الفورس اللي جايه من اليو فريم وقيمه الام اكس اديشنال. ساعات السؤال ده على فكره بيجي في الميد تيرم، يعني الدكتور نشوى يعني بتجيبه كتير. المهم مديني هنا الممبر ده، مديني هنا خلي بالنا ان هو مديني كمان بيلت اب سيكشن، طب مش هتفرق معانا. المهم ما نروح نحل بقى، انا عندي عارف ان الفورس بتساوي سي على 100
والسي دي جايه من المومنت بتاع المين جردر، فخلي بالنا ان هو مديهولي جيفن، انت مش هتحسبه، هو مديهولك جيفن، مديلك بالرقم ده. فلما تروح بقى تحل هتقول ان قيمه السي الكومبريشن فورس اللي جايه على الكومبريشن فلانج بتساوي ام ديت زائد لايف زائد امباكت بتاعت المين جردر على الواي سي تي. فالمومنت اللي جاي من المين جردر هو مديهولي 1800 تضرب في 100 بس عشان تتعامل بالطن والسنتي على الواي سي تي بتاعتك. لو احنا رجعنا هنا الدبس بتاعي هي 20 سنتي، هو على فكرة هي هنا بس مش نفس الكروس سيكشن ده، تاني بس كده. بصوا شباب الكروس سيكشن ده مش تبع المسألة، يعني الكروس سيكشن اللي انتوا شايفينه ده كده معلش مش تبع المسألة، ده كده مش تبعها، ان هو هنا حاطط الدبس بتاعه 280 سنتي كروس سيكشن تاني يعني. المهم طلعت قيمة الكومبريشن فورس، بعد كده تروح تجيب قيمة الفرصة التخيلية بتساوي سي على 100، بعد كده الام اكس اديشنال هتساوي الفرصة دي في الواي او في الار يعني عشان الناس ما تتلخبطش. الار دي اللي هي بتساوي ايه بقى؟ دي كده الار بتساوي الاتش من جردر ناقص الاتش كروس جردر على الاثنين، فتروح تعوض هنا يعني دي كده الاتش من جردر دي اتش كروس جردر طلع لي الرقم ده، يبقى دي كده الام اكس اديشنال. لو انت بقى في المسألة بتاعتك يعني وبتحل هتساوي ان الام اكس توتال، تخلي بالك ان انت بتجمع عليه الام اكس اديشنال. ده مجرد بس ايه اكزامبل بوضح عليكم لو انت معاك قيمه الام ديت زائد لايف زائد امباكت بتاعت المين جيردر. يبقى يا شباب المثال ده بس انا بقول لكم لو انت معاك الام ديت ولايف وامباكت بتاع المين جيردر هتعمل ايه عشان تحسب قيمه السي والاف وتحسب الام اكس اديشنال. ساعات بيجي سؤال كده بس يقول لك احسب ام اكس اديشنال ويسيبك، ويقول لك ام ديت زائد لايف زائد امباكت اوف مين جيردر كذا، ويديك ابعاد المين جيردر وابعاد الكروس جيردر. هما ثلاث خطوات بس، بتحسب سي واف وام اكس اديشنال. حد عنده مشكله في المثال ده؟ طب الام اديشنال ده يا باشمهندسه بتخش معايا وانا بجيب القطاع لو هو بني؟ لو هو معاك هيخش معاك في خطوه الاس اكس او الاس ريكوايرد، وانت بتقول اف ماكسيموم على انت بتقول قصدي ام اكس على اف ماكسيموم، لكن في خطوه الفتيج انت بتعوض برضه بام ديت ولايف وامباكت عادي خالص. ماشي. طب هو هنا الارتفاعات هنا الاتش مين جردر والاتش كروس جردر المفروض مش هنا يبقى الارتفاع كله بتاع القطاع، مش ارتفاع الويب بس، هيبقى ارتفاع كلي. هنا ده ارتفاع كلي، ده انا باخد هنا 98% من اتش مين جردر. لا ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عندي القطاع كده، انا بتعامل انا كاني بتعامل مع السنتر الفلانج، كاني بتعامل معاها يعني واخد بس من السنتر، تمام يا باشمهندس عشان يعني كده هو ضارب في الرقم ده. تمام، يعني اللي معايا الاتش من جردر ده اللي هو الارتفاع من سطح الفلانج لسطح الفلانج. من هنا لهنا. تمام. تمام. في بقى مثال برضو هو بصراحة يعني أنا واخدة الحاجات دي من محاضرة الدكتور نشوى بتاعة الترم اللي فات، يعني الواحد لازم يقول برضه ايه الحاجات اللي الواحد عاملها. دكتور نشوى يعني بصراحة أستاذتنا بجد. المهم المثال بقى بيقول لي ايه؟ ان هو هنا مديني قطاع بيلت اب سيكشن. ساعات ممكن يدي لك مثال ويقول لك خد قطاع واعمل التشيك سيفتي عليه. يعني ايه اعمل التشيك سيفتي دي يا شباب؟ يعني تعمل تشيك هو هيشيل بندنج ستريس، هيشيل فتيج، تعمل تشيك على اللاترال تورشن باكلينج، والله لو قطاع بيلت اب تعمل تشيك على اللوكال باكلينج تشوف هو كومباكت ولا نون كومباكت. خلي بالنا ان هو لو نون كومباكت مش شرط ان انا اروح اقول له زود دبس واعمله كومباكت، لا انت ممكن اصلا تكمل على حساباتك، ان انت بس تاخد بالك انك في الاسترس مش هتقارن ب 64% فيلد، هتقارن ب 58% فيلد، هنشوفها دلوقتي. هو هنا بس مديني دي حاجه. تاني حاجه لو احنا قطاع اللي كنا بنحله من شويه في كان مطلع اتش اي بي 1000 صح كده؟ افرض ان انت دخلت الجداول لقيت ان انت القطاع بتاعك مش مسايف معاك الاتش اي بي 1000، دي اخر حاجه على فكره توصل لها في الجداول. افرض ان هو مش مسايف معاك تعمل ايه؟ تبدا ان انت تفرض قطاع بالمنظر ده، نفس القطاع ده كده، تفرض الدبس بتاع الويب اكبر من ال 100 سنتي، فممكن انت تاخد القيم دي كده مبدئيه ليك، تفرض قطاع الدبس بتاعه الويب يعني 120 سنتي في السكنس بتاعه 1.2 سنتي، وتفرض قطاع للفلانجة 40 في 3
يبقى ممكن احنا ناخد الدايمنشن دي كده يا شباب، ناخدها كدايمنشنز مبدئيه لينا. لو قطاع الاتش اي بي الفا ما سيفش عند اي حد فيكم، يبدا بالقطاع ده. لو ما سيفش بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. كده القطاع البيلت اب اللي انت هنبدا بيه نعمل تشيك عليه لو قطاع الاتش اي بي الفا ما سيفش. طيب مديني هنا الكوبري بتاعي كان دبل تراك تيك بريدج، الزمان بتاعه كان 28 متر، ده مثال يعني. اللي لما حسبنا بقى السترينج اكشن طلعت الام ديت بكذا، والديت زائد لايف زائد امباكت، والشير ديت زائد لايف زائد امباكت. هو عايز يعمل تشيك سيفتي عليه. التشيك سيفتي ده هتروح اول حاجه تعمل تشيك على الكومباكت. بصوا هنا الملحوظه بتاعتنا، في حاله ان انت الاتش بي الف اللي بقول لكم ما سيفتش، فانت المفروض تروح تفرض قطاع الدبس بتاع الويب بتاعه يبقى اكبر من ال 100 سنتي زي ما بقول لكم دي كده، عشان ما سيفش معايا الاتش اي بي 1000. المفروض ان انت بتقول سبان على من 7 ل 8، بس انت لو رحت عوضت في القانون ده هيطلع لك قيمه اقل من ال 100 سنتي. فانت ايه، فكك خالص بقى من القانون ده، انت تروح تقول له ان الدبس بتاع الكروس جيردر بتاعتك اكبر من ال 100 سنتي وتفرض القطاع ده على طول، يبقى ده كده بيلت اب سيكشن، وتروح تعمل تشيكاتك بقى. يبقى انا هنا يا شباب لما جيت بدات في الخطوه دي انا حاسب السترينج اكشن ومظبط الدنيا. لما جيت بس دخلت عملت اول تشيكايه بتاعت الفتيج والبندنج، لقيت الهوت رولد مش مسيف، فردت قطاع بيلت اب سيكشن. اعمل ايه بقى بعد ما افرض قطاع بيلت اب سيكشن؟ اول حاجه تعمل تشيك كومباكت اللي هو تشيك لوكال باكلينج. يعني في تشيك للفلانج وتشيك للويب. تشيك الفلانج ان انت بتروح تجيب السي على تي فلانج، السي على التي فلانج دي اللي هي اللامدا بلاستيك دي يعني لامدا بي. فالسي على التي فلانج انهي سي بقى؟ يعني المفروض انا بس مش عارفه اكتب، المفروض ان السي اللي هي من وش الويب لبره. السي يا شباب من وش الويب بتاعك لبره، فتلاقي ان هو بيقول لك البي فلانج بتاعتك 40 ناقص السيكنس ده. هو قاسم على الاثنين من بره خالص، هو بس يعني الرقم ده فيه حاجه مش تمام. السي يا شباب بس يعني بغض النظر الرقم ده حاساه مش تمام، السي اللي بتساوي المسافه من وش الويب لحد بره دي كده السي بتاعتك، فتروح تقسمها على تي فلانج تطلع رقم التي فلانج اللي انت فرضها 3 سنتي. تروح تعمل تشيك بقى على انها تكون اقل من او اكبر ال 15 و3 من 10 على جذر اف ييلد، لقيتها هنا اقل منها يبقى انت كومباكت فلانج. طب لقيتها اكبر منها يبقى انت نان كومباكت. طب بالنسبه للويب بتروح تقارن اتش على تي ويب، الاتش ويب بتاعتك 120 سنتي على التي ويب 1.2، هتروح تقارنها ب 127 على جذر اف يلد. طبعا ال 127 او 15 و3 دي المفروض ان هي قيم في الكود، طبعا انت مش هتدخل من غير الكود هتبقى ما جيفن يعني في الامتحان. 127 على جذر اف يلد تطلع بالرقم ده، المفروض ان الاتش ويب على التي ويب يا اما اقل منها يبقى انت كومباكت، يا اما ما بينها لحد 190 على جذر اف يلد يبقى انت نان كومباكت. لو طلع اكبر من 190 على جذر اف يلد يبقى انت سلندر. قطاع السلندر ده طبعا احنا بنبعد عنه، انا استحاله ان انا اروح اصمم قطاع كروس جردر انه يكون سلندر، انا اخر يا كومباكت يا نان كومباكت. انت لو طلعت مثلا سلندر روح زود الدبس بتاعك او زود السكنس، يعني تروح تزود السكنس اقصد مش الدبس، زود السكنس. بعد كده لقيت ان الفلانج بتاعتي كومباكت ولقيت ان الويب بتاعي نون كومباكت، يبقى انت القطاع بتاعك نون كومباكت. دي كده انا استفيد منها ايه؟ استفيد منها ان الاف بندنج بتاعتي 58% اف يلد. طيب بعد كده يبقى انت كده عملت تشيك كومباكت. بعد ما تعمل تشيك كومباكت تروح تعمل تشيك على البندنج. البندنج بتروح تقارن ب 58% اف يلد، طلع لك الرقم ده. طب وبالنسبه للفتيج، الاف ماكسيمم بتساوي الاف اس رينج على 1 ناقص ام ديد على ام ديد زائد لايف زائد امباكت، المهم ان هو طلع 2.12% طن على سنتيمتر تربيع. طب انا دلوقتي المفروض ان انا لما اعمل تشيك اعمل تشيك على الاقل ما بين البندنج والفتيك، يعني 1.624 طن على سنتيمتر تربيع. الرقم ده بقى تقارنه بايه يا شباب؟ انا بقول لكم ان انا عندي قطاع بالشكل ده عليه ام ديد زائد لايف زائد امباكت بالرقم ده، فتروح تقارن الاستريس اللي انت طلعته ده تقارنه بايه؟ تقارنه بالاستريس الاكتوال. طب عشان احسب الستريس اكتوال بقى اعمل ايه؟ اي ستريس اكتوال في الدنيا عباره عن ام على اس. طب الاس تروح تحسبها ازاي؟ انا قلتها المره اللي فاتت، الاس بتساوي اي اكس على واي، يعني الاي اكس للقطاع ده على الواي يعني من السنتر لاين لحد
اللور فلانج، الواي من السنتر لاين لحد اللور فلانج، يعني الواي هتساوي 120 على الاثنين زائد 3 سنتي، دي الواي بتاعتك. يبقى الاس اكس هتساوي ايه؟ اي اكس على واي، يطلع لك الرقم ده. تروح تجيب الاف اكتشوال بتاعتك، يعني المومنت الاكتشوال على الاس الاكتشوال، عشان انت فارض قطاع فانت عندك اس فعلا. تطلع الاف اكتشوال 1.2 طن على سنتيمتر تربيع، تروح تقارنه بالاقل ما بين الفاتيج والبندنج، اللي اقل منهم هو ال 1.6 ده، فطلع الاف اكتشوال اقل فعلا. يبقى انت دلوقتي عندك القطاع مسيف في حاله البندنج ومسيف في حاله الفاتيج، فاضل لك ايه بقى؟ وطبعا انت عرفت ان هو نون كومباكت، فعلى اساس اخترت الثمانية. يبقى انت كده الحمد لله عملت اللوكال باكلينج، عملت الفتيج، عملت البيندنج. فاضل لك بقى الحاله الرابعه اللي هي اللاترال تورشنال باكلينج. اللاترال تورشنال باكلينج تروح تعمل تشيك على ال سبورت، بفرض يعني ان هو هنا كان مديها لي ف 185 سنتي، تقارنها باللي اقل ما بين 20 بي فلانج على جسر اف يلد و 1380 اريا فلانج في السي بي على الدي في الاف يلد. هتلاحظ هنا ان هو واخد الدبس من السنتر للسنتر، الدبس اللي هو معوض بيه هنا ده واخده من السنتر للسنتر، لان هي كاتبه هنا 126، دي كلها 120، واخده قصدي من الاتش ويب كامل، من فوق لتحت، دي كده دي اللي انت بتعوض بيها الاتش ويب كامل يا شباب، من وش الفلانجه لحد بطن الفلانجه اللي تحت. هو احنا هناك برضو عاملين كده. يبقى هنا دي في الاف ييلد طلع لي الرقم ده، هتقارن بالاقل ما بينهم، الاقل هو 530، هتروح تقارن 185 دي طلعت اقل، يبقى انت الحمد لله ما عندكش لا تراتوشن او باكلينج. يبقى الاف ماكسيمم بتاعتك هي الاف بندنج، الاف بندنج اللي هي ايه؟ 58% اف ييلد. يبقى انت السكشن بتاعك كده مسيف. بعد كده تعمل، ما تنساش تعمل التشيك شير كيو اكتشوال بتساوي الكيو ديز ادلايز امباكت، هو مديالك جيفن على الاتش ويب في التي ويب، طلعت الرقم ده بتقارنه ب 35% اف يلد، يبقى انت القطاع بتاعك مسيف في حاله الفليكشر ومسيف في حاله الشير. المساله دي كده ممكن تيجي لوحدها، اللي هو مديلك سترينج اكشن جيفن ويقول لك تشيك سيفتي، دي كده الخطوات اللي انت هتعملها لو قال لك تشيك سيفتي، ومع العلم هيبقى مديلك القطاع ده قطاع بلت اب سيكشن. فتخلي بالك هو قطاع بلت اب ولا هوت رولد، لانه لو قطاع هوت رولد انت مش هتعمل تشيك كومباكت، انت عارف ان هو كومباكت فتكتبها له على طول ان هو كومباكت سيكشن. الناس كلها اللي هيطلع عندها اتش اي بي اكتر من 1000 هتفرض قطاع مبدئي بالابعاد اللي انا مكتوبه دي. اتفضل. هو هنا في التشيك شير اشتغل على مش المفروض بنحسبه للويب، هو هنا خد الدبس كله. هو يا شباب بياخد الويب كله، هو واخد على اعتبار يعني، اصل انت عندك على فكره يعني انا من رايي بقول انها فيها مدرستين، ان الويب كله على بعضه بيبقى شايل من اوله لاخره، من الجزء كمان المشترك مع الفلانج. مع ان احنا لو جينا عملنا الاستريس، شكل الاستريس بتاع الشير، هتلاقي ان الجزء هنا بسيط قوي اللي متحمل في مع الفلانجه يعني، فالمفروض ان احنا ما ناخدوش. بس في استريس يعني، انت برضه ما تقدرش تقول تنكر ان ما فيش استريس في الحته دي، لا هو في استريس جاي من الشير في المكان ده. فساعات اللي هو بياخده وساعات بياخد 85% من الاتش ويب. اللي يريحكم اعملوه على فكره، الاثنين صح. المهم ده القطاع بتاعي، والناس هتحله بيلت اب، وده مثال مهم عشان ساعات بيجي يقول لك يدي لك سترينج اكشن ويقول لك تشيك سيفتي، ده مثال مهم جدا. والمثال اللي في اخر السيكشن بتاع حسبه السي والاف والام اكس اديشنال ده برضو مهم. في بس هوريكم اللي هو لو هي هتتقال المره الجايه، لو هو ال ان سبورتد لينس ده طلع بقى الاثنين دول، ده معنى ان انت عندك لاترال اوتوشنال باكلينج. فالمفروض ان انت تعمل ايه بقى؟ وانا هجيبها برضو من محاضرة الدكتور نشبة يعني. اهو هنا يا شباب اهي فكره ان انت لو انت عندك اللي ان سبورتد لينس طلع اكبر، هي الحاجات دي في القانون في الكود اللي انا نزلته لكم المره اللي فاتت، صفحتين 18 و19 دول. نسمع بس الاذان.
طيب إيه لو ال ال unsupported lens طلع اكبر من القيمتين اللي هم 20 بي فلانج على جذر اف ييلد و 1380 اريا فلانج في سي بي على دي في الاف ييلد، فانت في الحاله دي ده معناه ان انت عندك lateral torsional buckling. تروح تحسب اف lateral torsional buckling هو، بس في قانون غير ده اللي هو بيساوي جذر اف لاترال تورشنال باكلينج 1 تربيع زائد 2 تربيع، وهنا واخد الماكسيموم من الاف لاترال تورشنال باكلينج 1 و2. طب معلش يا شباب نسيب دي للمره الجايه احسن، عشان هي في بس قانون غير ده عشان الناس ما هو تتلخبطش. مهندس، طب هنا بقى الاف ماكسيمم لما اجي اقارنها مع الاف لاترال تورشنال باكلينج، الاف ماكسيمم بقى بتاعتي تبقى ايه هنا بقى؟ 58% فيلد، ما بتزيدش عن 58% فيلد دايما بعد ما بتحسب الف لاترال تورشنال باكلينج، بيدي لك نوت كده في الكود انها حتى بعد ما تعمل الحسابات دي كلها لو زادت عن 58% فيلد ما تاخدهاش، اخرك 58% فيلد سواء الكومباكت او نون كومباكت. اه في حاله اللاترال تورشنال باكلينج سواء انت كده ولا كده اخرك 58% فيلد، لكن في حاله ان انت نو لاترال تورشنال باكلينج فالاف ماكسيمم بالنسبه لك هي الاف بيندنج. تمام، اصل احنا قلنا ان هي في حاله الكومباكت ب 64 من بكام؟ بين 64 من 100. بقول لك لو انت ما عندكش لاترال تورشنال باكلينج، انت ما عندكش اصلا لاترال تورشنال باكلينج فالاف ماكسيمم هي الاف بيندنج. طب لو انت اصلا عندك لاترال تورشنال باكلينج ورحت حسبته وانا بعد ما حسبته طلعت اف لاترال تورشنال باكلينج ب2 طن على سنتيمتر متربيع، الكود قال لك انه ما ينفعش يزيد عن 58% اف ييلد سواء كومباكت ولا نون كومباكت، هو قال لك كده ان هو ما ينفعش يزيد عن الرقم ده، بس ده اللي بقوله. تمام، طيب احنا هنقف لحد كده. عايزة بس اقول حاجة.